Jamais. رحب بسي توفيق بن منصور مدير كرة للبحيرة يجينا ويجيب معها جديد بطبيعة وديما عندهم ديما يخدموا كرة البحيرة بحذايا صافي بقوش بحذايا أميمة جميع بحذايا يوسف بن مرزوق وباش نبدأ بيوسف مرحبا بك يا يوسف مرحبا بك وبالناس الكل شو أحوالك يا يوسف الحمد لله بخير ونعم أكلت العلوش ولا لا هاي قطعته تقطيعه اي الحين مش نحويلك الكريشه الحمد لله ليك العسبين ولا ايه اي اش باش تغني لنا اليوم باش نغني لكم اغنيه المرحوم الرياحي سيد علي الرياحي هكا ولا ايه ايوه اش باش تغني لنا سيد علي الرياحي باش نغني اغنيه التكويت تكويت وما قلت احيت هزيت الجمره بيديا هاي نسمع هكذا تكويت وما قلت حيت هزيت الجمرة بيديا تكويت وما قلت حيت هزيت الجمرة بيديا تغريت عشقت وحبيت تغريت عشقت وحبيت تغريت عشقت وحبيت لومي على قلبي وعيني تكويت 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 وما قلت أحيت هزيت الجمرة بيديا انت تقول أحيت ولا ليه برافو 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 قديش عمرك يا يوسف؟ 12 سنة قديش عندك الكرة؟ عندي بريس كذا ربعة إذا شيخوني صغار كي تقول لهم سي توفيق تقول لهم وقت كيفاش تبدي تغني يقول لك ملي أنا صغير ويبدا عمره 12 سنة و9 سنين ملي أنا صغير ملي عمري عامي فهمتي قديش عندك في قديش قلت لي عندك في كرة هذا بريسك ربعة ربعة عندك برشا معناها إيه كي تكبر تحب تولي نحب نطلع مهندس يا عيني عليك مهندس فيش معماري يا عيني واش تبنينا أبراج قول أبراج إن شاء الله ما يصيرش علاش ليه؟ إن شاء الله أبراج معكم في السماء اي حبيت نرحب ببنوتة اخرى صفاء واميمه مرحبا بك يا صفاء مرحبا بك شو احوالك لبس وحليك 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 عايش كلينات واللي يدخل يتفرج فيها بنوته محليها بالقصه شو باش تغني لنا زيز شو غنيكم حب نحب يا عيني عليك وانت تحب ولا ما تحبش ما تحبش شو تحب نحب برشا نعطيك اقتراحات ما تحبش برشا باش تحب تحب شوكولاته تحب الكلاصه شو تحب يا تحب القراية؟ شوي 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 صريحة يعني عليك أي هذاك هو الشيء لازم بيه خلينا نسمعوا نحب نحب حب خلي الناس تحب روح للناس يا حب الحب مالينا غيره والله مالينا غيره يدفينا ينسينا يمحي الحزن بينا نلقى الخير سفينة تعدي بينا ترسي بينا البر حب خلي الناس تحب روح للناس يا حب الحب مالينا غيره والله مالينا غيره يدفينا ينسينا يمحي الحزن بينا نلقى الخيك سفينة تعدي بينا ترسي بينا البر حب يا عيني عليك يا عيني عليك شفت حب خلي الناس تحب بالحب كل شيء نولي نحبه نولي نحبه القراية نولي نحبه برشا حاجات هكا ولا قديش عندك في كرة البحيرة؟ عامي عام عامة؟ برشا عام ديما برشا في الدومين كيفاش لقيت؟ لقيت روحك مع صغيرات أخرين تعرفت عليهم كيفاش لقيت هكا الجو في كرة البحيرة؟ باهي الجو باهي الجو ماما و طونطون يعمل برشا جو طونطون توفيق اي واش تعيطوا له مي مي علاش مي يركز ديما على مي لا ليه الدو ليه ها قلكمش دودو توا تجي سيح يطلع السي للسي ولا يطلع للري الفوق ليه باهي البنوتة أميمة جميعها كنت جيت نقبل في شوشة موسى اش باش تغني لنا اليوم ترى افولو سيري بوزي يا عيني يا عيني يا عيني أفولو سيدي بوزيت down to the كاسبه listening to the wind of change the world is closing in did you ever think that we can be so close like brothers take
and glory night, we're the children of tomorrow, dream away on the wind of change. يا عيني عليك، برافو 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 برافو. هاي تصفيقة يعطيك حمزة. برافو برافو. قديش عندكم هاي في عام ونص؟ عام ونص. برشا برشا عام ونص، معناها تولي مطربة محترفة كي عام ونص. وقتاش نشوفوكم في كرتاش؟ كي تكبر تحب تولي ممثلة؟ محامي. يا عيني عليك، وتدافع على الناس هكا ولا؟ حتى انا كي كنت صغيرة نقول لك هكا، يما نحب نولي طبيبة انا والنهار، كان صباح مشمس. قول نحب نولي معلمة كي جبت نتائج باهية. كيف ما معلمتي، وكين هكا تصبح الطقس مغير شويه نقول ولي محاميه، كين هكا زيدها كاسد شويه نقول ولي طبيبه، ونداوي الناس كل بلاش. محلاها 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 الطفوله بالحق، كي تغزل بعينين الطفوله وتبدا عندها كل الافكار الحلوه برشا برشا. سي توفيق، كره البحيره وقتاش نشاط وقتاش كذا، اللي يحب يعرف كيفاش يدخل البحيره الكورال، كيفاش ينضم للكره البحيره، كيفاش؟ بالنسبة لكرة البحيرة الأساسية يوم 1 جانفير 1985، أيوة 28 سنة. بالنسبة لكرة البحيرة كرة العديد مركلة مدة مدة، أيوة. وبرزوا من العديد من الفنانين المتواجدين على الساحة الفنية تو موجودين، أيوة. شاب المستقبل باهي بالنسبة للصغيرات الجايين، والله شيء فرح كي يشوف صغيراتنا هكايا معناها. أي كرة البحيرة اللي أحرز على العديد من الجوائز الأولى في يعني تقبلاتي في مسابقات أغنية الطفل، أيوة. كرة البحيرة اللي مثل تونس خارج أرض الوطن، صحيح. وداخل أرض الوطن، أيوة. يستعد لانطلاق الموسم الثقافي نتاعو، الموسم حسب الموسم الدراسي بحول احنا الأسبوع القادم باش ننطلق الانطلاقة الرسمية واستقطاب الأطفال الجدد اللي باش ينخرطوا في كرة البحيرة، أيوة. وانضمامهم مع المجموعة القديمة نتاع الكرة. كيفاش تم قبولهم سي توفيق؟ والله النشاط مجاني بالنسبة لكرة البحيرة، هو مجرد تأمين ومضمون وأربعة سيارات، أيوة. باش تكونوا ملف وينطلق في الجهات، أيوة. حسب تصير حسب الصوت، حسب الصوت. ثم عندنا احنا بالنسبه لكره البحيره ستاف كامل، معناتها ثم المستشار الادبي، معناتها المستشار الموسيقي، معناتها ستاف كامل، وتصير تيست صغير بالنسبه لي، خاطر الصغيرات الكل تغني راهم، أيوة. فهمتني، وما نحن نحضروا الصغيرات الحوليات. تشوف شنو هي وينطلق في معناتها التكوين. نعم. ساعات تتفاجئوا معناها ببعض الاصوات. اصوات موهبه تجي كذا تتمس معناتها صقلها في كره البحيره والاعتناء بها. كما نعتنيو بالصغيرات الكل، بالنسبه للي عنده موهبه مش نسقلوها له باش يزيد يتكون، وان شاء الله بحول الله معناتها نشوفوا نهار اخر معناتها اللي جرب دراسته ونجحه في دراسته، نجحه كيف كيف في الميدان الموسيقي. هي الموسيقى تهذب راهو الصغير، تهذب الذوق، ايوا تهذب الذوق، سيرتو في السولفيج تعلموا حتى في قرايته هو كيفاش معناها يولي يحفظ بسهوله، وكيفاش يتقبل المعلومه بسهوله، وكيفاش نقولوا احنا يهضمها بسهوله. باهي تسمعوني شي حويجه يوسف. يوسف نعرفه عنده برشا بالحق، عندك غزرة شو قلت لي تحب تولي ارشيتيت؟ اي بالحق عندك غزرة بالحق نكتشف فيك يعني تو نوصل. ليش باش تغني لنا ترى؟ ما نعرفش يحب شعرك مليح ترى. ترى فركس في جيبك تخرج لنا شي غنية، شي نغني غنية نتاع هي قديمة نتاع مايكل جاكسون. يا ترى سمعنا، علاش مشو مايكل جاكسون؟ شوف اش عندنا هكا. والله انا راك نغني ولا يا مولانا المجموعه كامله، بما ان ما اشتهروا بها الاغنيه هذه. ايوه اللي هي الله يا مولانا انتوا اللي الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي سبحان الحي الباقي سبحانك يا الله جود عليا بك عمرت سواقي وبحالتي في الوور المرعية سبحان الحي الباقي سبحانك يا الله جود عليا بك عمرت سواقي وبحالتي في الوور المرعية الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي
يا عيني برافو برشا ان شاء الله بالتوفيق بالنجاح تكونوا بحثين عندكم جديد تجيبوا جديد تعطوني تغنيوا حاجات حلوين برشا هكا نحبوا صغيراتنا ناشطين شنو نحوي القرايه ها باهي القرايه ماشيه الحمد لله الاساتذه والتعليم والمعلمين باهين صحاب سبا الحمد لله ما حد انا بريسك صحابي الكل نقلوا علاش نقلوا خاطر واش بيك انت ما نقلتش ومشي النموذج خاطر انا في المعطى حسيت روحك مع صحابك نقرا في المدرسه النموذجية بتاع ليترا اغلبيه الصحاب اللي عندي كلهم يسكنوا في العوينه معناتها ليترا حتى قلقك هذايا معناها الامر هذايا قلقك بس صحابي كل نقلوا لك معناتها انا بقيت وحدي بقيت انا واحد صاحبي شنو الحل استاذ والله كاكاو مع خاطر زاد انت واحد كيف ما قلت تبع واش يساعدو ايش نقول ايش تحب شكون نرفعوا الامر معني هذا نكتبوا مطلب باش يرشحوا في الصحاب لا ما نحبش لا نحب كل واحد اتصل بهم بالهاتف اتصل باش نتقابلوا عندي نمر واحد على الفيسبوك عادي تسالهم وتعملوا خرجات وتقول لهم انت تقول لهم مش عندكم غادي ما عملش اصحاب شنو في هذا النموذج والله مازالوا ما جاوش قالوا باش يجيبوا مازالوا ما جاوش شنو اصحاب ايه قالوا باش يجيبوا ولاد واحد اخرين ما عجبوكش الموجودين لا مش حكيت ما عجبونيش احنا ديجا معناتها كنا سبعه ولاد برك في الكلاس يا اخي او كلهم بنات وبقى كل بنات بس تحب تصاحب كل الاولاد والبنات لا ما يسالش راهو باهي التفويح هكا شويه بنات شويه كذا تتبادلوا الافكار وتتبادلوا الثقافات وما يسالش سلام علاش طيب تعرف عليهم بشويه علاش حشيم انت علاش بتحب تصاحب البنات ما تحبش وماك صحاب في الكره البنات ولا ها حكايه واحده اخرى مش كيما مثلا صحاب في الكره البنات هو حد وصحابك في الكره البنات هي تتفاهم معاهم بعد هذاك عندنا 10 قديمه اي عيني عليك على 10 القديمه استاذ معلم علاش كنت تحب تسلم والله انا نحب نسلم على اللي نعرفهم الكل نحب نسلم على امي خاصه اي نسلم على اخويا نسلم على بابا نسلم على صحابي في الكورال نسلم على صحابي في المكتب نسلم على اساتذتي القدم اللي قراوني عملاولو واش تنتي اسمك تقول فيهم كلمه باهيه راهو وبالطبيعه زاد اللي باش يجتهدوا معايا زاد المعلمين اللي باش يجتهدوا معاك يا معلمين بالله يجتهدوا معاك الاستاذ يوسف معناها ايوه نحب نسلم على نقول لهم جيبوا لنا شويه صحاب ونحب نسلم على يسمع في الشمس فيهم كل ايه خليك يا باهي يا صفصوفه يا باهي يا مزيانه علاش كنت حابه تسلم على الناس الكل اي على الشعب التونسي الكل يا عيني عليك يا عيني وين تسلمش عليا سلم عليك مصبيعه ما عرفت تعطيني بوسه كبير وميمة اتمنى الكل الشعب الكل نتمنى لهم النجاح والتوفيق في دراستهم باش ينجحوا ونحب نسلم على امي وبابا وصحابي اللي في الكورال وصحابي اللي في الكوليج ونسلم عليك انت ندخل معاك الكورال هذا تخلوني بحق نلقى هكا كسي وتجي قتي هكا شويه تلقى لي قربيت او جو ثاني نورتني برشا بالتوفيق شكرا لك ان شاء الله بالتوفيق بالحق محليهم صغيراتنا كي شوفوا فيهم الامل وشوفوا فيهم الضحكه والابتسامه والبراءه هذاك يا سيدي خليونا احنا معناها نتنفسوا بالعميق وبالحق نكملوا القدام ونغزروا بالحق القدام ونتاملوا خير في بلادنا شكرا لك تحيه لك سي توفيق حبيت نقول اللي بالنسبه لكره البحيره اسمه البحيره لكن هو من بدايه نشاطه من سنه 85 انه في منطقة بحر بالعاصمة يعني هي اسم البحيرة هي من البحيرة الهادئة تماشية مع الأطفال الأبرياء يعني ما هم شوش في منطقة البحيرة أيوة صحيح هم برشا نشتوا في البحيرة أيوة هم كرة البحيرة اسم لكنهم يشتوا في منطقة بحر وتلاقى معهم لكن توم بحدنا في البحيرة هي احنا في البحيرة متاعنا مرحبا بكم ستافيق شكرا لك نورتني برشا